السلام عليكم، صح فطوركم، مرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشي. احنا هكا ضيفنا الحلقة اليوم هو الفنان الكوميدي حسين الفيزا اللي عرضناه الحصة الاجتماعية. هو بوغ لوي اون ايميسيون نورمال، مي اون رياليتي سي اون كاميرا كاشي. خويا حسين، بدون إطالة نروح نوجد روحي باش نبداو حلقة اليوم. وماكش كامل على بالو وسليم يدير هالو الشروق مازال ما شفت والو حسداوي غيب هالو كاميرا كاشي. أسعد باستضافة المنتج والممثل الجزائري حسين بعوالي المعروف بحسين الفيزا. مساء الخير خويا أمين، نشكركم على الدعوة. مرحبا بك، شرفتنا مشاهدينا. بدون إطالة رح نشوفوا أول VTR في هذه الحلقة باش نتعرفوا على موضوع اليوم. مدير دار العجزة لبلدية بومعروف يقوم بالاعتداء على أحد المسنين. استغفر الله، وش الشيخ كبير مسكين. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم، ما يضربوه. هذا ما عندوش رحمة، هذا بنادم، هذا ماشي بنادم، هذا صافي، هار ما عندوش رحمة، هذا هذا هذيلا، هذا ما عندوش، هذا ماشي راجل، هذا باين باللي في صغره كان رخيص، كان ماشي راجل كاع، هذا بجامي كان راجل، هذا دخل وسموه باش يولي راجل، باش صافي يدير باش يحقر ولاد الناس، ماشي راجل هذا. لو كان كنت تما حاضر في هذيك انا هكذا في فمه، انا هذا كرا ستوفا نقول له انايا، انا ما نكذبش عليك، انا ما نقدرش نشوف هكذا، راني مرت ما نقدرش نشوف. احنا مشاهدينا على المكشوف، رانا هنا باش نكشفوا كل الحقائق تاع هذوما الناس واشخاص واحد اخرين. ما على باليش سيدي المخرج الى كان الضيف الثاني في هذا العدد حاضر معنا، حاضر معنا الضيف الثاني. مشاهدينا نحب برك نقول لكم ونقول لك سي حسين بلي الضيف ما على بالوش على واش عرضناه، وللاسف للاسف راح نستقبله في البلاطو بعد قليل. مدير دار العجزه اللي شفناه في الفيديو هذا داكور مليح، يلا فاصل مشاهدينا ونواصل. سلام، تفضل هنا، تفضل. حسناوي وغرطة هنا الماه. نستقبلوا ديريكتومون السيد يغرطة حسناوي مدير دار العجزة ببلدية بومعروف، مرحبا بك. الله يحفظك، بارك الله فيك. نشكر قناة شروق على هذه الدعوة ويعطيكم الصحة على هذه الحصة هذه. كيفاش التعامل بينكم وبين هذوما الناس اللي راهم مقيمين تما؟ يعني الحمد لله سيدي، راهم في عوض بغياتنا كما نقولوا. راهو الحمد لله يعني واجب علينا. الحمد لله يا رب، الحمد لله احنا قايمين بالواجب تاعنا. وهذا بلا مزيتنا كما نقولوا، الحمد لله. نولي لك حسين فيزا. واش تحب تقول لمثل هؤلاء الاشخاص اللي بالك كما قال لك هو راهم الحمد لله. اسمح لي نتكلم معك، يعني انا كمواطن، كمواطن جزائري، يعني كي نقول لك كلمه جزائري صافي دير النيف، الحرمه، الرجله، اون بليس قبايلي، بيسمحوا لي على الترم انا بس ما رش على المباشر. انت ماشي راجل بكل صراحه، انت ماشي راجل. لا سيدي يعني باسكو شفت واحد لي زيماج، نعم شفت واحد لي زيماج، شفت واحد لي زيماج دوكا، واحد راجل ما يديرش الشيء هذا. واش درت انا؟ واش درت؟ واحد ضرب شيخ، انت راك مسؤول. انا ضربت شيخ، انا ضربت شيخ، راك مسؤول. اسمعني يا حراك، راك مسؤول نورمالمون، راك مسؤول على الشيوخ هذوك، الناس هذوك راهم في المراك، تدي معاهم حسنات، تدي معاهم دعاوي، تدي معاهم امور بزاف. انت دخلت على شيخ ضربته، تي با كابابل ديميسيوني وخرج، خرج تي با كابابل وخرج، روح تروح، روح ما تقدرش، انا ما نعملش،
قالك مالينا ونعاملوهم مليح. ديما محمد في النفاق انت هو المشكل انت. حبك كاين حاجه بين المشكله بين الدوله والشعب. المشكل شو بين هذا ديجا مش يكون هذا شعبي. انا هذا واش يكون؟ انا شعبي. انا رايي انا انا شعبي. انا رايي انا في حياتك العاديه انت انسان جريء. بيسور انا جريء. انت كنت تكلم دوكا وقلت هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اسكو تتعهد امام الجمهور الجزائري انه تكمل معايا الحلقه حتى وين تخلص؟ نكمل معاك انا الحسن تعهد. يلا مالا نشوفوا مخرجنا لو سمحت عاود اعطيني لا فيديو الثانيه اللي شفناها. داروا هالي بالعاني هذا يقدر يدير كلش. الانسان اللي يدير حاجه كيما هذه يبو فير تو يقدر يدير كل حاجه. كل حاجه تقدر ما يتصورهاش العقل يقدر يديرها. باش انسان شيخ كيما هذا تضربه صافي يدير تقدر دير كلش. انت باين بلي في صغرك كنت عباك. فاش كنت في صغرك ما كنتش راجل في صغرك ونقول لك كنت صافي ما على باليش كيف كنت محقور. ومن دخلت المسؤوليه دخلت باش تكون مسؤول باش تحقر ولاد الناس. يعني انا نتكلم معاك راك مدير راك مسؤول. حتى ولو كان محقور في صغره هذا الشيء ما يمدلكش الحق سيدي انك تتعدى على هاد الاشخاص. ماشي من حقك. انا ما تعديتش. هذا الفيديو مفبرك. انا نقول راح نواجهك بكل شيء. اذا كان حاضر معايا ضيفي الثالث سيدي المخرج. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ودي اسكت يرحم باباك. اسكت راك درت سينما. عمي سعيد قبل ما نشوفوا الفيديو سامحني تعرفوا؟ نعرفوا. هذا عمي سعيد كان معنا. هذا حقار. هذا انا حقار. هذا كان معنا. هاوليك البرهان. لا ترى الحق. هاك تعيط عليا. انا عيط معاك. الحصه ما شفتوهاش. نهضر معاكم هذه الحصه. هاوليك البرهان. مسؤولك وانت حقار. كيفاش مسؤولك وانت راجل؟ انت هدف فيا. والله غير نطلع. انا مسؤول. يا حقار يا اخي. يا اخي حقار يا اخي. حسين. حسين حسين نضربك. انا قلت لك نضربك نهبلك. غير حقار. نضربك نهبلك. يا مصباح راك تهدر سيدي. ريح كم بلاصتك اسد. غير حقار. هذا يهودي هذا المرس. واش خلاص 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 من فضلك. وانت كمل في كلمتك انت. نولي الله ينورك وليد. انت كمل في كلمتك. واش نكمل؟ كمل في الرجله تاعك. انا خبي مر الرجال وتقول لي ما تعرفنيش انايا. كمل في الرجله تاعك. والله ما على بالي بواحد. يعطيك الصحه. خلاص باش نعمل لك الشرطه. هذا فنان. من فضلك سيدي. هذا شكون هذا؟ كمل بواحد سيدي. خليني نكمل بلاطو. انت شكون؟ اخضر بوخرس. السيد حسناوي. صباح. حسين حسين داير حاله زعما واش بيه هو ناس قايله لا با يموت. هذا باك بلي بغا يموت. انا ما عبرش بلي انا كريمينال. وشنو بعد يقصر معايا؟ لا لا واش تقصر معايا؟ خلي هذاك تاعك دوك نخرجوا برا نجي انا نصرفقوا واحد. كشاش راسك كشاش راسك دوك نصرفقوا صرفقوا يجيب لي مقالي من قالوا راس. وشكون حب لي في راسو يجيبو؟ ايوه هاك ترجل معايا انت. هاك باغي وش هاك باغي؟ حسين يا سالم بارك الله. يا سالم ثانيك ما سالم ولا غرتي. يا سالم ولا غرتي. يا سالم والله العظيم انت اخويا حسين. يا سالم شكون انت؟ يا سالم على هالخيط اللي سالم بغيت نضرب. بس ضربك بس ضربك بس ضربك عليها سليم. 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 علي
مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا كان حسين الفيزا الممثل والمنتج. فوالا حسين خويا راك تلهت، واش بك؟ والله يا سليم ونوكل عليك ربي قسما بالله، رجعتني كعتيقه، واش بك؟ راه كل عام تجيبني بكاميرا كاشيه يا خويا. يا خويا حسين نموت عليك، حنا نحبوك وليكيب تاع قناه شروق كاع يحبوك خويا. سي بور سا اللي حنا لوبجيكتيف تاعنا ترافيرس الكاميرا كاشي، نبينوا الجانب الانساني تاع الانفيتي تاعنا. داري نشوفك في قناه هاك، وكان جبتني لهنا صوفيا رحت قناه اخرى رحت كونتر بسبب ما نديرش في بالي ولا منها، باسكو دونك انت ما عنديش علاقه معك، راك بزاف مانيش نتلاقى بك، باسكو عندنا ان كا، عندنا في وين سكون كان ان كا هكذا بريسك هكذا. شوفي كنت متاثر، كنت نشوف هذاك الشيخ الله يرحمه استوفى فما، كنت نشوف هذاك ليماج سدتني، جيت تجي باش شفتني بالك فهمت كيفاش. مي يعطيك الصحه ثانيك الله يحفظك. توجور توجور سا ريست كيما نقولوا، عندنا حنا ان ميساج. وشنو هو الميساج اللي فهمتو؟ شوف الميساج اللي فهمتو، الحقره ماشي مليحه، شوف الحقره، الحقره ماشي مليحه. سوبري هذا اللوكال اللي تاع لا كاميرا كاشي، سي ان كونسيبت شباب بصح فيها ميساج بلي صح. واش راك تشوف؟ انا شوف وجهي ها هنايا هنايا هنا غير خاص بالحقره للضارب. شوف واحد ينحقر ناحيه يكون صدم، ما لقيتو نجيبها في وجهي، يدي حسين نجيبها في روحي بصح نصدم. باباك ويماك ماشي كيما نقولوا مهما يكونوا في لو كونفور، ما يكونوش كيما راهم بجانب اولادهم اللي رباهم وكبروهم ويسناو كيما نقولوا لو فوي هذاك تسمى كي يكبروا يسحقوا هذاك. راك معايا في لافان تديهم انت دار العجازه. نقول لك حاجه يعطيك الصحه سليم، بصح بوجه ربي دوفون تو لو موند اليوم صرنا ان شاء الله هذه متجوز جوز في رمضان ان شاء الله بوجه الاله عز وجل. ما تجيش تعيط لي في كاميرا كاش، وماذا بك تجيش تعيط لي في التليفون؟ لا لا لا، اذا تلاقى بيا مش يا رحمه ربي يحفظك. الله يسلمك. دونك مشاهدينا الكرام، نضربوا ربع غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله في نفس الوقت في قناه شروق مع عمي موسى. عمي موسى عرفت زعما تاع اسمه تاع كاميرا كاشي، مؤمن تيري وضيف واحد اخر جديد. سلام سي قحاره حبيبي.